بالنسبة للترجي، بالنسبة لنادي حمام الأنف. وانطلاق الشوط الأول، الكرة طويلة من زيادة زيادي وتمشي مباشرة للتماس، مشى لنادي صفاقسي للنجم ثم رجع للترجي. تتفك الكرة، دياكيتي دياكيتي دياكيتي، حذر، وثم وسيم نوار. وسيم نوار ياخذ الكرة يرجعها بسرعة. وسام الدراجي في بداية الهجوم يتجاوز لاعب والمخالفة ومعاهم الإنذار. إيهاب المساكني، أرضية لأسامة الدراجي في بداية الهجوم للترجي. الدراجي الدراجي، الكرة في العمق، الجويني حذر، العكاشي العكاشي، والهدف الأول للترجي، الهدف الأول للترجي في 8 دقائق لعب. العكاشي العكاشي يلتحق ببغداد بونجاح في أعلى ترتيب الهدفين، يصبح في رصيده 7 أهداف. هذه الإعادة، العكاشي بين السوز ملعبية والتحضير الممتاز من هيثم الجويني. شمس الدين الزوادي يلعب الكرة على اليمين، محمد أمين النفسي، محمد أمين النفسي توصل الكرة، هيثم الجويني، هيثم الجويني حاضر، العكاشي، والهدف الثاني للترجي، الهدف الثاني للترجي والثنائية للعكاشي في 1.5 دقيقة. العكاشي يسجل الثنائية للترجي ويصبح وحده على رأس قائمة ترتيب الهدافين ب8 أهداف. صفر للترجي في 10 دقائق لعب. نقول هذه الإعادة، شوف الأهداف السوس خرجوا من أقدام هيثم شوين، والكرة تخرج ضربة مرمى لنادي حمام الأنف. ثم الكرة لنادي حمام الأنف، إعادة للعملية الأخيرة. جانب من الجماهير الحاضرة، كرة إيهاب المساكني، محمد بن منصور، هيثم الجويني تبع فيه مهدي رصايصي، هيثم الجويني ويتحصل على المخالفة، المخالفة للترجي. باش يرجع خالي شمام للميدان مع تلقي الإسعافات. رجي والتماس لنادي حمام الأنف، نفذ التماس بسرعة سيف الدين الجزيري لوليد المسعودي، وليد المسعودي يتعدى، وليد المسعودي، وليد المسعودي حذر، وثم وسيم نوار قبل ما توصل الكرة لإسماعيل دياكيتي. المسعودي يلعب الكرة على اليسار، ثم إسماعيل دياكيتي يطلب في الكرة لكن توصل لسيف الدين والتسديد، ووسيم نوار يتصدى. بالفعل سيف الله حسني ان شاء الله لاباس بالنسبه للاعب نادي حمام الانف. وهذه اعاده للهدف الاول لاحمد العكيشي، ثم الهدف الثاني. شوف سوء التفاهم اللي استغله هيثم الجويني، خذا الكره ثم التمهيد، واحمد العكيشي كما نقولوا في الانجل اوبوزي، الزاويه المعاكسه للعربي المجري، يسجل الثنائيه، ثنائية لأحمد العكيشي تخليه أفضل هداف في بطولة الرابطة المحترف. أول الحلول اللي لقاها نور الدين بوسنينة في حمل الأنف هو تعويض نفع جبالي ودخول محمد أمين إنفاتي. والآن يعلن الحكم نصر الجوادي على نهاية الشوط الأول بتقدم الترجي الرياضي التونسي 2-0 في حمام الأنف. سيف الله المسكيني الانذار اللي خذاه هو الثالث في رصيده، وبالتالي سيتغيب على المباراه. وامامكم على الصوره رود كرول موجود في ملعب رادس للمعاينه، وربما عبد الرحمن قال باش نتثبتوا، لكن واضحه واضحه الصوره، رود كرول سيكون المشرف على حظوظ الفريق الاول للترجي الرياضي التونسي بدايه من الاسبوع القادم. وليد المسعودي، المسعودي يرفع الكره
والتغطية ممتازة من محمد أمين النفزي لوسيم نوارة، يخطأ في إرجاع الكرة. إسماعيل دياكيتي، مقطوعة الكرة من أمينو بوبا، والمطالبة بمخالفة من جانب نادي حمام الأنف في العملية الأخيرة على إسماعيل دياكيتي. هذه الإعادة، مخطئ الكرة، افتك الكرة، لكن ربما في إرجاع الكرة كل الكرات اللي افتكها كانت تمشي للمنافس. أسامة دراجي، دراجي، دراجي يتعدى، دراجي، دراجي لليمين، أفول، أفول يحذر، أفول، والكرة في الركنية، الكرة في الركنية. سيف الله حسني يحط الكرة في الركنية. هذه الإعادة لأنه فقد توازنه. أسامة الدراجي وصل في الهجوم، يعدي الكرة لأفول، أفول يرفع الكرة، سيف الله حسني يحط الكرة في الركنية. تنفذ الركنية مقوسة، ترجع من دفاع نادي حمام الأنف. إسماعيل دياكيتي يتبع فيه محمد أمين النفسي. دياكيتي وطويلة الكرة، توصل مرة أخرى لدياكيتي، دياكيتي في هجوم لنادي حمام الأنف، دياكيتي مازال يحتفظ بالكرة، دياكيتي للوراء ويحط بوبا، ومقطوعة الكرة من محمد بن منصور، تمشي خليل شمام، خليل شمام، خليل شمام، العكيشي، العكيشي ينطلق، العربي المجري يتصدى، يتصدى العربي المجري، وجه لوجه كان العكيشي مع العربي المجري، واحتجاج مع من العربي المجري على المساعد، لكن يظن انه ثم تسلل. هذه الاعاده امامكم للصوره، للامانه ما ثمش تسلل. تنفذ المخالفه، نفاتي لليسار، فهمي بن رمضان، فهمي بن رمضان يعدي الكره لليسار، سيف الدين الجزيري، سيف الدين الجزيري، سيف الدين الجزيري يبحث ربما على ضربة الجزاء، توصل كرة اسماعيل دياكيتي، 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 والكرة ضربة مرمى، ضربة مرمى. ضربة مرمى للترجي. هذه الإعادة، العملية الأخيرة. أفول، أفول توصل الهيثم الجويني، هيثم الجويني، هيثم الجويني امام معين شعبيني مهدي رصايصي، الهاريسون افول، افول، افول امام فهمي بن رمضان، للدراجي يحذر، بوبا ديوب يسدد، قلت بوبا ديوب، كنت نحكي على بوبا ديوب، امينو بوبا هو اللي سدد، امينو بوبا، امينو بوبا، احمد العكيشي، اسامه دراجي، 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 دراجي مازال يحتفظ بالكرة، دراجي للوراء الخلد المولهي، أفول، 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 هيثم جويني أو العكيشي، العكيشي والرأسية، والهدف الثالث، الهدف الثالث للترجي، الهدف الثالث للترجي، أسامة دراجي. اللي بدا العملية هو أسامة الدراجي وهو اللي أنهاها في الشباك. كرة مرفوعة، أسامة الدراجي رأسية في شباك العربي المجري. هذه الإعادة. خليها تخرج، تخرج ضربة مرمى، والتغيير الثالث رقم 12، مخالفات المرتكبة 20 من جانب الترجي و14 من جانب نادي حمام الأنف، والتسديد من معين الشعباني في دين وسيم نوارة. كانت مأطرة الكرة لكن ماهيش مقتنعة على الحارس وسيم البيني. تنفذ الكرة ورأسية والمتابعة، وسيم نوارة ممتازة، التسديدة من معين الشعباني،
كيدي بيغد وسي من ورا. هاي الإعادة مرتبة ثالثة لعلي معلول لأنه أصبح وحده بستة أهداف. المرتبة الثانية لبغداد بنجاح، المرتبة الأولى لأحمد العكيش. والكرة من وسيم النغموشي طويلة والحكم يقول ثم تسلل، ثم تسلل رفع رايته قبل ما يلمسها هيثم الجويني براسه. تلعب مخالفة التسلل بسرعة. اسماعيل دياكي صلاح الترجي، الحكم يخلي الأسبقية. دريس المحيرسي، دريس المحيرسي الكرة لليسار أحمد العكيشي، العكيشي والكرة ضعيفة، ضعيفة الكرة في دين العربي المجري. يلعب الكرة بسرعة والهجوم المعاكس لصالح نادي حمام الأنف. معين الشعباني وتسلل ضد، التسلل ضد معين الشعباني. سعد معين الشعباني في العملية الأخيرة في الركنية الأخيرة قعد غادي. هذه إعادة تسلل أعلن الحكم المساعد الثاني محمد البيتوتة ضد معين الشعباني. بوبا لليمين محمد أمين النفزي، ممتاز توصيل الكرة لدريس المحيرسي، دريس المحيرسي ويخسر الكرة، يخسر الكرة بين ثلاثة ملاعبية. طبعا هيثم قيرات وتبقى الكرة لصالح الترجي. وسام الدراجي محمد أمين النفزي يطلب الكرة تسلو. محمد أمين النفزي، محمد أمين النفزي لليمين دريس المحيرسي، يتعدى دريس المحيرسي، دريس المحيرسي يحضر العربي المجري يتصدى في مرة أولى والمتابعة والعربي المجري يتألق، يتألق أمام التسديد الجديد لفريقها. إسماعيل داكيتي ما تتعداش كورتو. أمينو بوبا، أمينو بوبا أصبح صمام الأمان في دفاع الترجي بعد خروج شمس الدين الذواتي. أسامة الدراجي لليمين دريس المحيرسي، دريس المحيرسي سدد وأحمد عكيشي ما يخلطش على الكرة وضربت ضربة مرمى لنادي حمام الأنف تتنفذ بسرعة لليمين علي الزيتوني والكرة خرجت، خرجت، خرجت الكرة التماس. يتنفذ التماس من محمد بن منصور وفي هذه الآونة بالضبط يعلن الحكم نصر الله الجوادي على نهاية مقابلة الترجي ونادي حمام الأنف بفوز الترجي الرياضي التونسي 3-0.